طيبه. واحنا بدورنا ايضا نهنئ طبعا زميل شمس الدين عيسي طبعا على هذا التتويج بعسي، زميل عسي نعم. طبعا نهنئه بمناسبه طبعا تتويجه بهذا الجائزه، مزيدا ان شاء الله من النجاح والتألق دعم والتوفيق له ولكل الزملاء طبعا في مجمع الشروق. اذا نتواصل دائما معكم مشاهدينا، تحيه صباحيه متجدده لكل الاحبه، الى كل من التحق وانضم لنا عبر الشروق نيوز وبرنامج الشروق مورنينج. اذا فريال ككل يوم احد اكيد فقره الصحه دائما حاضره. رايحين اليوم نتحدثوا على موضوع هشاشه العظام. امير، يعني مشكل شائع بين الكبار والصغار، ويعني مشكل معروف. نعم. أكيد رايحين نعرفوا شنو هو هشاشة العظام، وشنو هي أسباب هذا المرض، وأيضا الأعراض تاعو، وكيفاش نعالجوه. كل هذا طبعا مع الدكتور أيوب ريميلاوي، لو حضر معنا في هذا الصباح في برنامج الشروق مورنينج، ومختص في جراحة العظام والمفاصل. صباح الخير دكتور، مرحبا بك. صباح الخير أمير، صباح الخير فريال، مشكورين على الدعوة، وصباح الخير لكل المشاهدين. مرحبا بك. إذا دكتور وفريال، نروح نشوفوا هذا الورقة اللي تعطينا طبعا ملخص على موضوعنا لنهار اليوم بعد العودة. عودة لكم مشاهدينا. إذا موضوعنا اليوم هشاشة العظام مع الدكتور أيوب ريميلاوي. دكتور، شنو هو هشاشة العظام، وشنو هي الميكانيزمات التي تؤدي طبعا لهذا المرض؟ إذا حبينا نعرفوا مرض هشاشة العظام للمشاهد الكريم، لازم يعرف بلي هشاشة العظام هي عبارة عن نقص في كثافة وفي نوعية العظام. هذا النقص في كثافة وفي نوعية العظام راح يؤدي إلى حدوث كسور، يعني هذه الكسور راح تكون سهلة الحدوث. يعني الإنسان ممكن يوقع من طوله، ممكن يتلقى صدمة خفيفة ينكسر، وممكن كذلك في بعض الأحيان وين يكون المرض في مراحل متقدمة، ممكن أنه مجرد السعال أو مجرد الانحناء يؤدي إلى إحداث كسور. وباش يفهم المشاهد الكريم الميكانيزمات المؤدية لهذا المرض، لازم يعرف باللي الهيكل العظمي للإنسان مكون من نسيج حي. هذا النسيج الحي، وش معناتها نسيج حي؟ معناتها انه يتجدد بصفه دوريه ومستمره ما دام الانسان على قيد الحياه. هذا التجدد راح يكون بفعل نوعان من الخلايا. عندنا خلايا اللي راح تهدم لنا العظم القديم ونسميوها حنايا ليزوستيوكلاست، وعندنا خلايا اللي راح تبني لنا عظم جديد ونسميوها ليزوستيوبلاست. هذا البناء والهدم راح يكون بمساعده مجموعه من الهرمونات، من الفيتامينات ومن المعادن. في الحاله العاديه راح يكون هذا الهدم يساوي البناء، يعني راح يكون متوازن. انيكيليبر اكزاكتومون. دونك كي يكون عندنا في بعض الاحيان يعني وجود عامل من العوامل، يعني عندنا اختلال في التوازن بين البناء والهدم، راح يحدث انه الهدم راح يطغى على البناء، وفي هذه الحاله راح تكون عندنا هشاشه العظام. العظم راح يبدا الكثافه تاعو تتناقص بصفه تدريجيه الى غايه الوصول الى مرحله هشاشه العظام كما رانا نشوفوا في الصور دكتور ظاهره في الشاشه. نعم هذيك نشوفوها الان. طبعا هذا الفرق بين عظم يعني سليم وعظم هش يعني فعلا. فوالا. دونك وفي هذه المرحله، مرحله هشاشه العظام، يعني في هذه المرحله راح تبدا التعقيدات المتمثله اساسا في الكسور اللي راح تختلف يعني درجه خطورتها يعني على حساب موضع الكسر. جيد. اذا ربما دكتور، هل هناك ارقام واحصائيات في الجزائر فيما يخص هشاشه العظام، وهل هذا المرض يصيب النساء اكثر من الرجال او العكس؟ بالنسبة للإحصائيات، لازم نعرفوا باللي هناك دراسات أشارت إلى أنه مرض هشاشة العظام هو مرض كثير الانتشار في العالم. عندنا ما يقارب 200 مليون شخص حول العالم مصاب بمرض هشاشة العظام. رقم كبير جدا يعني. رقم كبير جدا، يعني تعتبر أرقام مرعبة. ولازم نعرفوا كذلك باللي كل الفئات العمرية ممكن أنها تصاب بمرض هشاشة العظام، لكن من المنطقي راح يكون عند الناس كبار السن أكثر يعني من الناس اللي صغار في السن، راح يكون اكثر عند المراه من الرجل،
خاصة بعد سن اليأس. وكذلك عندنا دراسات جزائرية اللي تقول باللي 36% من النساء الجزائريات بعد سن اليأس هن مصابات بمرض هشاشة العظام. السبب ربما دكتور السبب السبب يعني كون المرأة بعد سن اليأس هي الأكثر إصابة بمرض هشاشة العظام هو تناقص هرمونات الأستروجين عند هذه الشريحة من الناس بعد سن اليأس. دكتور ما هي العوامل ربما الخطر المؤدية للإصابة طبعا بهذا المرض المرض هشاشة العظام؟ بالنسبة لعوامل الخطر عندنا عوامل خطر اللي قابلة للتغيير وعوامل خطر غير قابلة للتغيير. بالنسبة لعوامل الخطر الغير قابلة للتغيير نذكر منها مثلا العمر. العمر لازم نعرفه باللي الإنسان كلما تقدم بالعمر كلما زادت احتمالية إصابته بمرض هشاشة العظام. عندنا كذلك الجنس الأنثوي، يعني الجنس الأنثوي هو أكثر عرضة للإصابة بمرض هشاشة العظام من الجنس الذكري. عندنا كذلك التاريخ العائلي، إذا كان الإنسان يعني الوراثة، إذا كان الإنسان عنده في العائلة تاعه مثلا الأب أو أحد الإخوة مصاب بهشاشة العظام وأصيب بكسر على مستوى عظمة الفخذ، يعني في هذه الحالة يعني هو أكثر قابلية للإصابة بمرض هشاشة العظام من ناس واحد أخرين. طيب دكتور وعندنا كذلك عوامل اللي هي قابلة للتغيير. هذه العوامل القابلة للتغيير هي مستويات الهرمونات، يعني أخذ الكورتيكويد أدوية الالتهابات يعني لمدة زمنية طويلة وبجرعات مرتفعة. وعندنا كذلك بعض الأمراض الالتهابية اللي ممكن تسبب لنا يعني مناخ التهابي في جسم الإنسان اللي ممكن يعني الفراجيليز بلوس. طيب دكتور بالك الشخص أو الأشخاص يحسوا بنوع من يعني الألم في المفاصل ولا في الظهر، متى يتم تشخيص المرض وكيف يتم ذلك؟ تشخيص المرض راح يكون يعني بنوع من أنواع الأشعة اللي هو أشعة الديامو. هذه أشعة الديامو راح تقيس لنا يعني بدقة كثافة العظام، وراح تشخص لنا مرض هشاشة العظام بدقة ويعني حتى المرحلة اللي رانا فيها من هشاشة العظام. لكن يعني يمكن أنه للمريض يعني يلغابورت دي سيمبتوم، معناتها يقول لنا باللي عنده أعراض، مثلا ألم على مستوى الظهر، هذا الألم راح يكون مفاجئ وهو عبارة عن كسر على مستوى فقرة من فقرات العمود الفقري. هذا الكسر فراكتور فيرتيبرال اكزاكتومون، دونك هذا الكسر راح يكون على مستوى خاصة القسم السفلي من العمود الفقري، نسميوهم حنايا لي فيرتيبر لومبير أو الفقرات القطنية باللغة العربية، هي مجموعة الفقرات اللي تمتد من أسفل القفص الصدري إلى غاية أعلى الفخذ. علاش هذا النوع من الفقرات أو هذا القسم من العمود الفقري معرض أكثر للكسور؟ لأنها تعتبر فقرات ارتكازية. وش معناتها فقرات ارتكازية؟ معناها مجموعة من الفقرات اللي يرتكز عليها وزن الإنسان. يعني هذه الفقرات مع هشاشة العظام ونزيدوا الارتكاز تاع الوزن، يعني لوجيكمون راح تكون عندنا راح تكون عندنا يعني كسور على هذا المستوى. كاين ثانيك عارض اخر من عوارض هشاشة العظام اللي ممكن يعني المريض يقول هنا هو قصر القامة. يعني الفقرة كي راح تتكسر راح تنتج لنا قصر في القامة. يعني إذا كانت امرأة راح تجي تقول لنا طبيب مثلا الجبب تاوعي أو الروبات تاوعي راهم يجوني طوال. يحدث هذا يعني نشوف أن الناس يعودوا يعني نعم يحدث أه. فات لا ديرنيير كونسلتاسيون تاعي جاتني مريضة قالت لي بلي الجبب تاوعي كامل قطعتهم باسكو عندها هشاشة العظام ويعني صاروا عندها كسور على مستوى العمود الفقري اللي أداو لهذا الشيء. عندنا كذلك عرض آخر كسور فقط استسمحك دكتور توجع ما توجع شيء يعيش بها يعني طبيعيا جوستومون بالنسبة للكسور على مستوى العمود الفقري راح الفاسو مانيفيستي بألم مفاجئ ومن بعد هذاك الألم راح يزول تدريجيا إلى أن يختفي. في بعض الأحيان هذا الألم يقدر يبقى مرافق للإنسان طيلة الحياة يعني، لكن الانتنسيتي تاعو راح تتناقص مع الوقت. بالنسبة دائما لكسور الفقرات كاين ثاني يعني تعقيد من كسور الفقرات هو الانحناءات أو الإعوجاجات على مستوى